السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة وهنكمل مع بعض سلسلة فيديوهات معلومة على الماشي، وده الفيديو رقم 20. النهاردة بإذن الله هوريكم أوزان كل الفوانيس ديت، لأن ناس كتير بتبقى عايزة تعمل حاجة وعايزة تعرف وزنها قبل ما تشتغلها. فيلا بينا عشان ما نطولش، وهقول لكم طبعا في كل فيديو في كل حاجة هوزنها. أنا بس أثبت التليفون، هقول لكم هي مقاس كام. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدا. اول حاجه هاخد الفانوس الاسلامي اهو اللي انا عاملاه ده، انا اشتغلته ده مقاس 6. الفانوس ده انا شغلاه منزله له الورشه في 7 اجزاء، ده مقاس 6. طيب هنشوفه على الميزان هيعمل قد ايه، وانتوا بقى تايدوا الحاجات دي كلها عندكم. 368 جرام، يلا بينا نشيله. ما تيجي تناوليني يا سوسه. فانوس ساره برضه مقاس 6، زي ما انتوا عارفين انا بشتغل الورش كلها عندي بمقاس 6. اوعى بقى. 117 جرام، 118، حد يزود. البلياتشو برضه منزله له ورشه. 128 جرام، ده 127، ده مقاس 10. بسم الله الرحمن الرحيم، استنوا نعمل كده. ده مقاس 10، مقاس 10 مستورد. طيب بطوط برضو، كل الفوانيس دي الورش بتاعتها انا منزلاها، مقاس 10 برضو مستورد. كورة 148. البومبي ده، الفوانيس دي كلها اللي انا بوزنها لكم كلها انا منزلة الورش بتاعتها، لغاية اللي هكون مش منزلة ورشه هقول لكم ده انا مش منزلة. ده مقاس 10 كورة مصري، 165 جرام. لا اله الا الله، ده بومبي انا منزلاه اللي كاتبه عليه بومبي جديد، برضو مقاس 10. ده شكله يعني في اختلاف في البومبي بتاعه، يعني شكله عاطي كأن تندة نازلة من تحت، بتندة من تحت مش من فوق. مقاس 10 برضو، ورشته موجودة برضو. 210، 209. بسم الله. فانوس الجرس ده بقاله كام سنة معمول، ده بمقاس 8، انا شغلاه مقاس 8. 146 جرام. البومبي ده انا نزلته بس قلته مش ورشه برضو، يعني في كذا حاجه هنا انا قلتها عدد بس برضو ورشته موجوده. ده مقاس 8، 76 جرام. بس انا هنا ده انا عاملاه صغير، انت لو عايزه تكبريه كبري حجم الخرز، وممكن تكبري عدد البدايه بدل ما انا بادئه العدد اللي انا بادئه بيه تزودي عنه. بس طبعا في فوانيس كتير يا جماعه ما ينفعش، مثلا انا في فانوس انا عاملاه البدايه بتاعته 10 سداسيات، ممكن تخليهم 12، ما ينفعش تخليهم 14 و16، الحاجه هتكشكش معاكي. هتكشكش بمعنى ايه؟ يعني شغلك هيبوظ، مش هينفع يكتمل اصلا. طيب فانوس الكعبه ده انا منزلاه برده من كام سنه، ده مقاس 10 مربع درس، 229 جرام. بسم الله الرحمن الرحيم. كيتي انا اشتغلت ده بمقاس 6، وفي الورشه بتاعته في اخر الورشه وانا بوزن ده وزنت لكم مقاس 10 معاه، وقلت لكم مقاس 10 معاه برضو قد ايه. دوت 74 جرام، 73. والفانوس ده برضو انا منزلاه بس فانوس لمبه الجاز او قنديل ام هاشم ايا كان اللي سموه كلهم، يعني مفيش مشاكل. ده بفضل الله الفانوس دوت حصري بتاعي، مش حصري بتاعي بقى مألفاه من نافوخي انا، لا لا مفيش الكلام دوت. الفانوس دوت ده اللي انا عاملاه حصري فعلا، ده من دماغي فعلا، فانوس ساره دي حقيقه. لكن دوت صوره على النت، وانا عملت الصوره صوره من موقع اجنبي زي اغلب شغلنا واغلب ما كله بيعمل، صوره من موقع اجنبي ما هوش حصري بتاع حد والكلام الفارغ ده. 72 جرام، بس مش معنى كده ان في حناس يعني بتكتب حصري بيبقى فعلا حصري بتاعهم، يعني في استاذه ابرار المرشدي ما شاء الله ولا قوه الا بالله عليها، ما شاء الله دايما اقول لها كلنا فنانات وانت مبدعه ما شاء الله، الله يحفظها يا رب، فعلا بتعمل حاجات ما حدش عملها وحصريه بتاعتها حقيقي. الفانوس ده فانوس مفرغ غير الفانوس المفرغ اللي انا نزلته الاخير، ده مقاس 6، ده اسمه العمويد برضو. ممكن تشتغليه 4 عمويد او 5 في ورشته، انا شرحت الدنيا كلها فيها ايه، بس تقريبا الورشه بتاعته انا منزلاها على الجروب عندي، مفارش كريستال وخرز وكريستال ام ساره، منزلاها كتابه مش فيديو. 86 جرام، ده مقاس 6 برده كوره. سبونج بوب
الخرز ده كان مستورد قديم قوي، الخرزة دي كانت كبيرة، دلوقتي اللي موجود أقل منها شوية، فبياخد في الوزن أقل من ده شوية، 278. لكن أنا هنا عشان حاطة الإيد، وغير كده عشان خاطر الخرزة دي أكبر، أنا في ورشة الفانوس قايلة وزنه بالظبط منزلها برضو. دول بقى مش أنا اللي اشتغلتهم، تسلم إيديها وربنا يكمل لها على خير يا رب وينتهي بالسلامة اللي اشتغلتهم. أدي أخت طمطم 297 جرام، بس هتشيلي منهم 22 جرام بتوع الوحدة. طيب انت عايزة اقول اللي عايزين يركبوا الصوت والضوء اهي، احنا زودنا في القاعدة وحطينا الصوت والضوء اهي، بتشتغليها من تحت من هنا وقفلنا عليها عشان ما تقعش طبعا ولا تلزقي ولا تتعبي دماغك بلزق. طيب ادي عمنا بوجي، عمو بوجي 206 جرام، ده مقاس 8 مش 10. والاخ بكار 290 جرام، الثلاثة دول كلهم هتشيلي 22 جرام، لأن الوحدة دي بتساوي 22 جرام، ودي تقريبا كل الفوانيس اللي عندي. وإن شاء الله نكمل معاكم. التوك توك برضو أنا اشتغلت التوك توك أهو، شايفين ألوانه المكعب السداسي دوت، جميل جدا جدا في الشغل. نشوف وزنه، ده مقاس 8، 162 جرام. خلاص كده دول كل اللي عندي. الوحدة الصوت والضوء بتتركب فين؟ بتتركب هنا في الظهر، لو انت مش حابة تعملي في السقف وتنزليها بيبقى شكلها بايخ بصراحة. قبل ما تقفلي الظهر، انت قفلتي قبل ما تقفلي الجناب ده، زقي وحدة الصوت والضوء وتتكي هنا، هتشتغل خلاص عادي. وبكده خلصنا الفيديو، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وبإذن الله الفيديوهات دي تكون نفعكم، واقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.